لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. قال: وهكذا قال أحمد بن حنبل، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. هذه العبارة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يريد من خلالها التنبيه على خطر طائفة من طوائف أهل البدع، ولا سيما في مسألة من المسائل الخطيرة، وهي المسألة التي حصلت فيها الفتنة في مدة زمنية سبقت، وابتلي فيها من العلماء من ابتلي. وإن كان الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قد نبه على مسألة القرآن قبل ذلك، يعني راجع صفحة 66 هتجد أن الإمام قال: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله، ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. فهذه المسألة قد نبه عليها من قبل، ولكن عاد هنا مرة أخرى ونبه إليها، لكن باعتبار آخر. فكأنه كرر، لكن في الحقيقة هو ليس تكرير يعني محض، إنما هو كرر الكلام عن مسألة القرآن، لكنه باعتبار آخر، وهو التنبيه على ما أحدثته هذه الفرقة التي قالت بأن القرآن مخلوق من بدع وفتن في المسلمين بعد ذلك. ولذلك كل الفقرات التي تأتي بعدها كلها الكلام فيها حول الجهمية وما تسببوا فيه وما أحدثوه في المسلمين. ولذلك قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل. ما هي يعني مسألة يعني لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق ونحو ذلك؟ فهذه مسألة متفرعة عن مسألة القول بخلق القرآن، وهي التي أحدثها الجهمية، وسبق أن تكلمنا حول ذلك مرارا، ولعله قريبا كنا نتحدث عن زمن ازدهار الجهمية وهذه الفتنة على الخصوص، إذ كان ذلك في زمن المأمون العباسي، وهو الذي يعني أعطى لهؤلاء ما أعطى من المكانة والكلام، ولذلك صاروا يتكلمون بهذا الكلام البدعي في زمانه، وهم في ذلك يعني يقولون ويفعلون ما يشاءون. لماذا؟ لأن السلطان كان يشجعهم على ذلك، وكان السلطان يعني يمتحن الناس في ذلك، ولذلك كانت هذه المحنة، محنة خلق القرآن، تفرع عنها هذه المسألة، وهي مسألة اللفظ بالقرآن. اللفظ بالقرآن، نقرأ الشرح الشيخ الفوزان
ثم نقف على بعض التعليقات والفوائد من خلال ذلك. قال: أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة، منها قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال: أي كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر بها الكون. من يحصي كلمات الله سبحانه وتعالى وهي ما تكفيها البحار ولا تكتبها الأقلام كلها؟ هو هنا إشارة إلى يعني مسألة القول بخلق القرآن أنها مسألة باطلة، وأن هذا الكلام كلام فاسد، وأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق كما سبق، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن هذه الأدلة هذا الدليل. يعني الشيخ الفوزان بيشير إلى دليل من بين أدلة عدم خلق القرآن، ونحن قد سبق الكلام عن ذلك مرارا في هذه المسألة. ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أن الله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد. لو كانت هذه الكلمات أي كلام الله عز وجل لو كان مخلوقا لنفد لانتهى، وأما لأنه غير مخلوق فهو لا ينتهي ولا ينفد. والقول بخلق القرآن قول فاسد يترتب عليه فساد عريض، يترتب عليه فساد عريض، إذ أن القول بخلق القرآن يقتضي خلق كلام الله تعالى، والقول بخلق كلام الله تعالى يقتضي بخلق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقول بخلق صفة من صفات الله تعالى وهي الكلام يقتضي أن الله عز وجل فيه من صفاته ما هو مخلوق، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. وهذه المسألة كما ذكرنا نبهنا عليها مرات، لكن اليوم نقف على هذه المسألة الدقيقة في هذه المتفرعة عن مسألة خلق القرآن، وهي مسألة اللفظ بالقرآن. يعني سماها العلماء قديما مسألة اللفظ بالقرآن. ما هي مسألة اللفظ بالقرآن؟ هي التي عناها هنا الإمام رحمه الله تعالى بقوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. يبقى عندنا ثلاث أحوال: اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، جهمي، هذا كلام يعني الإمام في من يقول ذلك، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، الذي لم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، يعني الذي يسكت. فهذه يعني هنا يعتبر عندنا مسألتان: القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، السكوت، هناك قول ثالث وهو غير مخلوق. لفظي بالقرآن أو ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق. يبقى عندنا ثلاث حاجات: القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، القول بماذا؟ أو السكوت. السكوت يعني أنه يسكت، لا يقول هذا ولا يقول هذا. وهذه في الحقيقة المسألة، القول في من يقول ذلك أنه جهمي هذا باعتبار الزمان الذي أثيرت فيه، هذا باعتبار الزمان الذي أثيرت فيه هذه المسألة. لكن نقرأ كلام الشارح ثم نفصل إن شاء الله. قال: وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حديث الأحد. قديم النوع حديث الأحد، ممكن تحط كلمتين فوق كل كلمتين من دول. قديم النوع ممكن تحط فوقها صفة ذاتية، حديث الأحد تحط فوقها صفة فعلية. أن كلام الله قديم النوع باعتبار أنه صفة ذاتية لله تعالى، فالله متكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. يبقى بهذا الاعتبار هي صفة ماذا؟ ذاتية. حديث الأحد يعني ماذا؟
يعني أن الله عز وجل يتكلم بكلام بعد كلام، ويتكلم بكلام بعد كلام يأتي بعده وعليه مثلا. فكلام الله يوم القيامة حصل ولسه؟ لسه ما حصلش. يبقى بهذا الاعتبار هو حديث الإيش؟ الآحاد. حديث يعني حادث، حادث الآحاد يعني متغير الآحاد. لكن باعتبار أنه صفة ذاتية، الله تعالى متكلم أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. يبقى إذن صفة الكلام تجمع بين الذاتية والإيش؟ والفعلية، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. قال: وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حديث الآحاد. فالقرآن من آحاد كلام الله ومن أفراد كلام الله سبحانه. فكلام الله ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله، لأنه صفة كمال ونفيه صفة نقص. يعني إن اللي لا يثبت الكلام لله سبحانه وتعالى هذا جهمي، باعتبار أنهم لا يثبتون الصفات. نعم. قال: لكن الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان وهو خبيث ظهر على الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفر، ومن ذلك أنه شككهم في أن الله يتكلم، وقال: كلام الله الموجود مخلوق، خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، يعني على أقوال مختلفة عنهم. فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله وناقة الله. يعني هؤلاء ضلوا في هذه المسألة ضللا بعيدا، ولذلك يقولون بمثل هذه الأقوال لأجل ألا يثبتوا لله عز وجل صفة الكلام. هكذا يقول قبحه الله، يقول: الله لا يتكلم، وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالقه. هذا من مذهبه، وله مذهب الجبر في القدر، وله مذهب في نفي الأسماء والصفات، وله مذهب أيضا في التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن أيضا. فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية، وهذا المذهب منحدر عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الحموية. والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب، فكان قبله الجعد بن درهم هو الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة، وأخذها عن طالوط اليهودي، يعني مؤسس الجهمية هو الجعد، أخذها عن طالوط اليهودي، وطالوط أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث، إذا عرف أن مصدره من اليهود، دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم الذي قتله خالد القصري يوم عيد الأضحى كما ذكر ابن القيم. قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. أو كلا، أنا مش شايف التشكيل كويس، بس كلا، طيب كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يعني إنه خالد القصري هذا قتل، هو الأمير في هذه البلاد، قتل يعني هذا الجعد، وقال يوم خطبة عيد الأضحى، قال: أيها الناس، إني ضح تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وذبحه في يوم العيد بعدما استشار العلماء في ذلك. وأيضا مما يذكر في ذلك أن رأس الجهمية الأصل أو الذي انتشرت عنه الجهمية، وهو الجهم بن صفوان،
أيضا قتله رجل آخر من أهل السنة وهو نائب أصفهان سالم يعني ابن أحوز، قتل الجهم بن صفوان أيضا لنفس البدعة، وقد استشار العلماء في ذلك. وسبحان الله العظيم، الله عز وجل ينكل بأهل البدع حتى وإن طال بهم الزمان وكانت لهم ما كان من يعني العلو في الأرض. كذلك القاضي ابن دؤاد الذي اشتهر في زمن المأمون، وهو الذي كان يدعو المأمون لامتحان العلماء وامتحان الناس في مسألة القول بخلق القرآن، هذا القاضي ابن دؤاد هذا أيضا ابتلاه الله عز وجل بمرض شنيع وهو يسمى الفالج، أشبه بالشلل أو نحو ذلك، ابتلاه الله بهذا المرض وأهلكه الله عز وجل في ذلك، وقد نبذه بعد ذلك السلاطين. فهؤلاء هم الذين نشروا هذه البدعة. قال: أخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتدأها. وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا وغلظوا القول في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا، ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث، هو ذا المعني بالكلام بقى. قال: ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث، وهو نفي الكلام عن الله، نفي الكلام عن الله. لكن حصل عند أهل السنة إشكال. الجهمية معروف من مذهبهم أنهم ينفون الصفات، ومن بين ما نفوه الكلام، وهم الذين خرجوا ببدعة القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. فلما شاعت هذه الفتنة وانتشرت في زمن المأمون وامتحن فيها العلماء، كانت الجهمية يتكلمون فيها بكل صراحة ويقولون القرآن مخلوق، والذي لا يقول القرآن مخلوق كافر. كانوا يقولون الذي لا يقول القرآن مخلوق كافر، وكانوا يأمرون السلاطين بامتحان العلماء والناس، ومن لا يقول بقولهم يضرب ويؤذى ويسجن وربما يقتل. لماذا؟ لأنه عند الأمير وعندهم أن من يقول القرآن غير مخلوق هذا كافر والعياذ بالله، وهم في الحقيقة هم الذين يكفرون بهذا القول، لأنه يعني كما سبق القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وحاشاه أن يكون صفة من صفاته مخلوقة. فهنا يقول: ولكن حصل عند أهل السنة إشكال، وهو: هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها على المسلمين أيضا. هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلا بد من التفصيل. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا غير مخلوق مطلقا، ولا تتوقف، بل تفصل في ذلك. هذا الكلام في الحقيقة محتاج نوع من التبيين والتوضيح. فالشيخ يقول في آخر الكلام يعني: فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا تقل يعني غير مخلوق. يبقى عندنا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق مطلقا، ولا تتوقف. ولا تتوقف يعني ماذا؟ تقول لا هو مخلوق ولا هو غير مخلوق. يبقى كده في كمان واحدة رابعة، وهي ماذا؟ السكوت. يبقى عندنا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، السكوت. الأحوال هذه كلها لابد من التنبه لأمر، وإلا حتى لا نحدث يعني فتنة بغير داعي. وإلا أنا سأسرد على حضراتكم أثناء إن شاء الله التعليقات اللي أذكرها أثر إثارة مسائل ليس لها مكان، أثر إثارة مسائل ليس لها مكان.
لأنه أحيانا إذا أثيرت مسائل ليس لها مكان بين الناس ولا بين العلماء تكون فتنة. ولذلك لابد من التنبه لأمر، وهو هذه العبارات إنما تشدد العلماء فيها وتكلموا فيها بتفصيل في مدة محددة، في مدة محددة. يعني أقول عبارة ثم أعود مرة، هل يجوز لي الآن إذا سئلت ما تقول في القرآن أن أقول القرآن كلام الله وأسكت؟ نعم. في زمن الفتنة كان الإمام أحمد يقول من يقول القرآن كلام الله ويسكت فهذا جهمي، هكذا كان الإمام أحمد إذا سئل عن من يقول القرآن كلام الله ويسكت يقول هذا جهمي. لماذا؟ لأن الزمان زمان فتنة حول هذه الإيش المسألة، فلا بد للمسلم أن يقف على الحق ويتبنى الحق ويقول بهذا الإيش الحق. أما إذا زالت المحنة والفتنة فعند ذلك قد لا يكون في إثارة ذلك فائدة، بل ربما يكون فيه إيش فتنة. أنا معايا بعض الـ يعني في بحث كذا من كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية، كتاب جيد جدا لعبد الله بن يوسف الجديع، ده كتاب جيد جدا في الحقيقة ومطبوع، يعني كتاب، فأنا مصور منه هديها لحضراتكم بس انتم بصوروا من بعض بعد كده، احنا مش هنقرأها لأنها طويلة، لكن هو فيها خلاصة البحث. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم هل كان فيهم هذه المسألة؟ هل كان في الصحابة هذه المسألة؟ لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي غير مخلوق، السكوت كذا نحو ذلك، هل كان هذا في الصحابة؟ ما كان في الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما كان فيهم القرآن كانت العقيدة والحمد لله نقية لا يصل إليها هذه الشوائب، ولذلك كان يكتفى بأنه إذا أراد الرجل أن يصف القرآن يقول القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، خلاص وتنتهي المسألة. طيب كلام الإمام أحمد، يعني على سبيل المثال مثلا الإمام أحمد يقول كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليه. يبقى الإمام أحمد بيربط ذلك بماذا؟ بوجود الإيش الفتنة، بوجود الفتنة. كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، قبل كذا ما كان خلاص القرآن كلام الله تعالى انتهى الأمر. يعني احنا لو سألنا واحد من الناس اللي ماشيين في الشارع دلوقتي وقلنا له ما تقوم في القرآن، غالب الناس هيرد يقول لك ماذا؟ ده كلام ربنا خلاص. لكن ما يجيش بقى واحد دلوقتي مننا احنا يروح عامل ايه بقى؟ يقول له تعالى هنا، ايه كلام ربنا دي؟ ده الامام احمد بيقول اللي يقول ويسكت يبقى ايه؟ جهمي، ويتعلم فيه بقى الايه؟ المسائل دي، يقوم يعمل في الناس ايه؟ فتنة. ودي مصيبة المشغبين اللي بيسألوا احيانا اسئلة ملهاش ايه؟ ملهاش وجود، او ان هم يخترعوا مسائل ملهاش ايه؟ ملهاش وجود، وحتى ولو كانت في وقت كان لها وجود، لكن اذا انتهى زمانها تنتهي ايه؟ معها المسألة ولا تثار. ولذلك هذا التنبيه الذي نبهناه لأجل أن يسهل علينا القضية من ناحية الإيمانية. إحنا إخواننا والعياذ بالله في فقرة هتيجي كده في كلام الإمام البربهاري، الحقيقة أيضا فقرة مهمة جدا، أقول لحضراتكم صفحة كده، أنا أريد من خلالها يعني أشير إلى المعنى الذي أقصده، وهو أن الدين ليس المراد منه حفظ الإيش المسائل وانتهى، مجرد حفظ مسائل، إن أنا راجل حافظ وعمال أحفظ في مسائل، وقلبي هذا في ناحية وعقلي فيه في ناحية أخرى، أنا العقل عمال أشحنه واملاه وحافظ، وهذا القلب مفصول عن الإيه عن هذا العقل. هذا الدين هذا العلم ما جعل إلا ليه؟ إصلاح الإيش هذه القلوب. ولذلك أنا قبل ما أتكلم في هذه المسألة تفصيلا بقف على هذا المعنى. لماذا؟
احنا ممكن حد لو قاعد معانا من عامة الناس دلوقتي يقعد يقول لك ايه الجماعة اللي دماغهم لفظي بالقرآن مش لفظي بالقرآن غير مخلوق، السكوت مش عارف ايه، يبقى جهمي، يبقى انا ممكن اكون اضليته من حيث لا ادري. ولذلك لابد ان نقف على المعنى باعتبار ايماني، ده اهم حاجة في المسألة كلها، اهم شيء المسلك الايماني لقلبك في تعلم العلم. ولذلك انا الان بتعلم هذه المسألة لاجل انها مسألة اثيرت فاكون على علم بها، لكن هل هي مثارة الان؟ غير مثارة والحمد لله. وعليه لو قال مسلم امامي الان القرآن كلام الله، هل يحل لي ان اقول له لا؟ هذا شك. الامام احمد قال من قال ذلك فهو في شك. هذا قالوا باعتبار ايش؟ باعتبار الوقت والزمن والظروف الموجودة فيه. ولذلك لابد أن تتنبه لذلك. الفقرة اللي أنا كنت أشير إليها صفحة 294، قال المؤلف واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. العلم ليس مجرد جمع مسائل ولا حفظ مسائل إن لم ينتفع به الإنسان لآخرته. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي أثيرت في مدة زمنية احنا نقف عليها الآن من باب أننا نعرفها، ثم كذلك من باب أننا نستفيد منها كذلك لآخرتنا. نعم. فقال فلا تقل في آخر السطر، يعني قال فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا ولا غير مخلوق ولا تتوقف. طيب هذه المسألة أثير حواليها كلام في مدتها. أول مسألة في هذه المسائل مسألة التوقف. مسألة التوقف، إيه مسألة التوقف دي؟ هم العلماء في الزمن ده كانوا يسمونها أو كانوا يسمونهم الواقفة أو مسألة التوقف. إيه التوقف؟ التوقف المراد به السكوت عن القول. القرآن مخلوق، القرآن غير مخلوق، إنه يسكت لا يقول كذا ولا يقول كذا، وإنما يكتفي بأن يقول ماذا؟ القرآن كلام الله. دي مسألة الإيه؟ الوقف. كانوا في زمن الإمام أحمد وفي هذه المدة كانوا يسمون من يقول هذا بالإيه؟ بالواقف أو المتوقف أو الواقفة، ويقولون هذه مسألة الوقف في القرآن، إنه لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإنما يقول ماذا؟ هو كلام الله ويسكت خلاص. أو ممكن كمان ما يقولش هو كلام الله ويسكت وخلاص. هذه المسألة كانوا يعتبرون من يقولها في هذا الزمن على طريقة أهل الإيش؟ البدع. بل كان الإمام أحمد رحمه الله يشنع بهم. يعني أنا هقرأ عليكم مثلا خبر يقول رأيت أحمد، قال أبو داود السجستاني سمعت أحمد ذكر رجلين كان وقف في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما. الإمام أحمد قعد يدعي عليهم وقال لي هذا لأحدهما فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. بيقول له إن الواحد منهم هما الاثنين كل واحد فيهم فتنة للإيه؟ للتاني. الاثنين ما راهمش شغل الاثنين غير أن يعملوا إيه؟ متوقفين، وقاعدين هما الاثنين يدعموا بعض في هذه المسألة. الإمام أحمد يدعو عليهما ويقول هذا لأحدهما فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. وقال رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، ممن وقف فيما بلغني، فقال أغرب. الإمام أحمد بيسلم عليه فقال أغرب، ما ردش عليه السلام. لا أرينك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، يعني غلظ له القول ولم يرد عليه السلام. وقال الإمام أحمد ما أحوجك إلى أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ. صبيغ ده فاكرينه؟ اللي كان بيعمل إيه؟
اللي كان بيقعد يقول لهم فالذاريات ذروة والحاملة مش عارف ايه ويقعد يقول لهم الحاجات دي، اللي هو بعض العلماء قال عليه اسمه سويسينا برضو. نعم. وقال ابو داود فهمني بصبيغ بعض ولد احمد فدخل بيته ورد الباب. يعني ابو داود بيقول ما كنتش عارف مين صبيغ ده، فواحد من اولاد احمد قال لي صبيغ ده قصته كذا، ودول موقفهم زي صبيغ اللي هم ماذا الواقفة. نعم. وقال ابو طالب سألت ابا عبد الله عمن امسك فقال لا اقول ليس هو مخلوقا، قال اذا لقياني بالطريق وسلم علي اسلم عليه. واحد بيقول لي يا احمد، قال لا تسلم عليه ولا تكلمه، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ الناس هيعرفوا منين إن ده يتجه أو يعني يقول بكلام أهل البدع وهكذا. يعني المقصود أن الإمام أحمد خصوصا والعلماء في هذه المدة كانوا يشتدون على يعني هذه المسألة، حتى أن من يقول بقول يحتمل أنه يشبه كلام أهل البدع كانوا يشنعون به ويقولون له لا بد أن تصرح وتقول ماذا؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. وده كان ساعتها التعريف الذي لا يقبل غيره، يعني الإمام أحمد كان لا يقبل إلا هذه العبارة، كان يقول لا بد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. إنما اللي هيقف بقى وهيقول كلام الله ويسكت، يبقى ده بيحاول يعمل إيه؟ يمسك العصاية من النص بالتعبير العام عندنا. لا هو بيقول بكلام الجهمية الصريح، ولا هو بيقول بكلام أهل السنة الصريح. لا، فكذا الإمام أحمد يقول هو جهمي. يبقى دي مسألة التوقف. طيب مسألة اللفظ ما هي مسألة اللفظ؟ مسألة اللفظ هذه لما الجهمية كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق في زمن المأمون والمعتصم والواثق ونحو ذلك، فجاء المتوكل رحمه الله تعالى ونصر السنة. فلما كان ذلك بدأ الجهمية يفعلون ماذا؟ يتسترون يعني ان يعملوا اي حاجة يتستروا بها. فكانوا يقولون ماذا؟ كانوا يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. ما يقولوش بقى ايه؟ القرآن مخلوق صراحة كده، لان هم خايفين طبعا من الايه؟ من تشنيع العلماء أهل السنة في هذا الوقت، وخايفين من الإيه كذلك سيف الأمير. فكانوا يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. فلما كان ذلك فطن لهم العلماء، فكان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يشتدون في ذلك ويقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ولذلك كانت هذه العبارة في هذا الوقت دليل على الجهمية. ودي الفتنة اللي بسببها ابتلي الإمام البخاري رحمة الله عليه، كما سأذكر عليكم بعد ذلك إن شاء الله. فلما كان هذا قول الجهمية المتسترين، جاء قول ثاني نشأ عن يعني مضادة للجهمية من بعض أهل السنة من علماء الحديث خصوصا حصل أن بعضهم لأجل أن يرد قول الجهمية تبنى هو قول فيه إيش؟ فيه شبهة أيضا وفيه ما يوهم البدعة أيضا. فقال بعض هؤلاء ألفاظنا بالقرآن مخلوق غير مخلوق. ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق. الجهمية بيقولوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. هو راح عشان يرد على الجهمية راح قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق. وهذا أيضا يوجد شبهة، ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق، فهذا أيضا يوجد شبهة، وهي ما المقصود باللفظ؟ ما هو المقصود باللفظ؟ ولذلك العلماء اشتدوا أيضا في هذا وقالوا من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أيضا فهو مبتدع. وكان الإمام أحمد يقول هو جهمي أيضا. يبقى عندنا المتوقف والقائل بلفظي بالقرآن مخلوق والقائل بلفظي بالقرآن غير مخلوق. كانوا هؤلاء أو هذه الأقوال الثلاثة عند
الأئمة الربانيين أحمد والبخاري وغيرهم كانت هذه أقوال بدعية. ولذلك ما كان قول الأئمة الربانيين في هذا الوقت؟ كانوا يقولون القرآن كلام الله وحيه غير مخلوق. وإذا سئلوا عن القرآن المتلو ونحو ذلك كما كان هؤلاء يحاولون التستر تحت ذلك، فكانوا يقولون عبارات واضحة، كانوا يقولون عبارات واضحة، فيقولون الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت اللي بيتكلم صوت اللي بيقرأ، هذا مخلوق. الصوت اللي بيقرأ ده مخلوق، إنما الكلام الذي يقرأه القارئ هذا كلام الله غير مخلوق. ودي عبارة واضحة بخلاف عبارة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فيها التباس. طيب لو إحنا في الوقت الحالي ده واحد قال لفظي بالقرآن مخلوق، نقول له أنت جهمي. ليه؟ نسأله نقول له أنت قصدك إيه. لكن في زمانه هم كانوا يقولوا اللي يقول لفظي بالقرآن من غير ما نسأله ده إيه؟ ده جهمي. ليه؟ لأنه كان في الوقت ده المسألة إيه؟ ثائرة بين الناس ومشهورة، والناس كلها على علم بهذا الكلام. ولذلك اللي يقول بقول أهل البدع خلاص يبقى منهم، لكن لما يكون زمن آخر خلاص يبقى فيه تفصيل. وده اللي هو طريقة الشيخ الفوزان في الصفحة اللي قبل منها، اللي هي قال يعني آخر 7-8 سطور يعني في الكلام، قال هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها على المسلمين أيضا، حتى تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلا بد من التفصيل. إيه التفصيل؟ أنا يعني ممكن الإخوة ممكن لو يمشوا معنا كده همليها سطور قليلة جدا. لو إحنا وقفنا كده عملنا حاشية تحت في الحتة الصغيرة اللي تحت دي، لو جينا الكلام هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق، إن لفظي بالقرآن مخلوق، لو حطينا عليها واحد كده حاشية يعني ونزلنا تحت كتبناه، ممكن نعلق نقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، نقول هذه مقالة الجهمية، هذه مقالة الجهمية لما تستروا بها خوفا. هذه مقالة الجهمية لما تستروا بها خوفا. طيب أو غير مخلوق، نحط بقى فيها برضو هامش كده 2 ولا حاجة وننزل تكتبه تحت. أو غير مخلوق، عبارة لفظي بالقرآن غير مخلوق، نكتب مع الهامش ده هذه مقالة بعض أهل الحديث، هذه مقالة بعض أهل الحديث كأبي حاتم الرازي وأبي سعيد الأشج، كأبي حاتم الرازي وأبي سعيد الأشج. الأشج نعم، وبعض أيضا يعني أهل الحديث قالوا بهذا، إنه قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق. من باب الرد على ماذا؟ اكتب العبارة دي مهمة جدا، لما أرادوا الرد على الجهمية فقالوا بضد مقالتهم، فقالوا بضد مقالتهم، نوع من مخالفتهم، فهم عايزين يظهروا للناس إن الجهمية باطل، فالجهمية يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق، فهم العلماء الحديث دول قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، من باب إن هم يخالفوا الجهمية فوقعوا أيضا في هذا الخطأ. نعم. نيجي بقى في نفس الكلام بتاع الشيخ الفوزان، هذه دسوا على المسلمين أيضا هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق. أنا يعني أرى هنا يتحط حاشية رقم 3 وانزل تحت واكتبها كده، اللي هي فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق. هذه مقالة الأئمة الربانيين، الإمام أحمد والبخاري ومحمد بن نوح وغيرهم من أهل العلم في هذه الفتنة، هذه مقالة الأئمة الربانيين ومجملها القرآن كلام الله وحيه وتنزيله
غير مخلوق. القرآن كلام الله وحيه وتنزيله غير مخلوق، والصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. العبارات دي ملخص الموضوع كله يعني. طيب ما هي محنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ لأن الإمام البخاري ابتلي في هذه القضية ابتلاء عظيما، ويعني بسبب هذه المسألة الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدث له محنة شديدة جدا، وهي معروفة في التاريخ. لكن ملخص يعني محنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن البخاري رحمه الله تعالى أشيع عنه أنه يقول بخلق القرآن، أن يقول مقالة الجهمي، يقول مقالة الجهمي، وهذا كذب وافتراء، لكن شغب عليه بعض المشغبين وقالوا البخاري يقول لفظ بالقرآن، القرآن مخلوق. البخاري هذا كان في هذا الوقت نجم الأرض، البخاري كان في هذا الوقت هو نجم الأرض. كان الإمام أحمد في هذه المدة توفي، كان البخاري هو نجم الأرض الذي ملأ الأرض علما، وكل الأرض تتكلم عن البخاري. ولذلك حدث للبخاري محن، ومن أعظم هذه المحنة، وكان فيها أسباب كثيرة أدت إليها. من هذه الأسباب الشبه التي أحيطت ببعض كلام البخاري، ومن هذه الأسباب الحسد. أما الشبه فأذكرها أيضا على يعني مسامعكم باختصار. فالبخاري رحمه الله تعالى سبب ما أشيع عنه بأنه يقول بخلق القرآن، أو أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، بعض المواقف التي اشتبهت على البعض فاستغلها المشغبون. أول هذه الشبه وقفه عن التصريح بتجهيم أو تبديع اللفظية. أول الشبه عن البخاري وقفه عن التصريح، البخاري توقف عن التصريح بتجهيم أو تبديع اللفظية. البخاري رحمه الله تعالى ما كانش بيتكلم في هذه المسألة، ولما يسألوه عن اللي بيقولوا لفظي بالقرآن مخلوق ما يجاوبش. فهذا بالفعل تسبب في شبهة على البخاري، تسبب في شبهة على البخاري، إنه ما كانش البخاري يتكلم عن اللي يقول هذا جهمي، أو اللي يقول هذا يعني من أهل البدع ونحو ذلك، كطريقة أحمد والأئمة في وقتها. البخاري كان عنده تأويل رحمه الله تعالى، كان عنده تأويل، وهو أنه رحمه الله تعالى لما قيل له في ذلك قال هذه مسألة مشؤومة. البخاري لما قالوا له أنت ليه ما يعني ما بيبدعش اللي بيقول بكده زي الإمام أحمد وزي الأئمة، ما كانوا بيبدعوا اللي بيقولوا كده، ولسه الجهمية موجودين ولسه بيتكلموا في الناس بهذا. فقال الإمام هو متأول في ذلك، قال هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. فالبخاري كان مجتهد في موقف ما، وهو أنه أخذ على نفسه ما يتكلمش في الموضوع. وكان لما سئل واشتد عليه السؤال يعني والناس ألح عليه، قال أنا رأيت الإمام أحمد كيف ابتلي في هذه المسألة، فأخذت على نفسي ألا أتكلم فيها. ودي كانت شبهة كبيرة جدا أحاطت بالبخاري، إنه ليه البخاري ما لا يبدع هؤلاء كما كان يفعل يعني الأئمة من قبله. الشبهة الثانية عند البخاري أنه سئل في أحد المجالس، سئل في أحد المجالس من أحد المشغبين عن اللفظ بالقرآن. المشغبين المقصود بالمشغبين هو كذا معنى يعني جوه كلمة تشغيب. أحيانا المشغب يكون شخص عبارة عن أنه هو خصم للإمام أو للشيخ أو العالم، يكون له خصم ويحاول دائما أن يضع العالم أو الشيخ في مأزق أو مزلق في المسائل، يوم يطرح عليه مسائل بحيث أنها تعمل أي مشكلة. أو المشغب أحيانا يكون من هواة الشذوذ، نسأل الله العفو والعافية، من هواة الشذوذ، يحب المسائل الإيش الغريبة اللي مش موجودة،
يقوم يطرحها على العالم أحيانا وهي ليس لها وجود. فإما أن العالم يخطئ في الجواب، وإما أن العالم لبعد هذه المسألة عن الناس ونحو ذلك يقوم يقول قول لا يعجبه، لا يعجب المشغب، يقوم المشغب يغضو ويأوله بطريقة على هواه ونحو ذلك. أو أن المشغب نفسه يكون شخص ممن عنده تنطع، يحب أن هو يظهر للناس أن هو عنده علم، عنده معرفة، هو اللي بيسأل في المسائل الغريبة، هو اللي بيثير المسائل اللي محدش عارفها ونحو ذلك. فالغرض أن أحد المشغبين سأل البخاري رحمه الله تعالى في أحد المجالس، البخاري مجالسه كان يجلس فيها مئات عشرات الآلاف من الناس، مجالس البخاري كان يجلس فيها عشرات الآلاف، البخاري رحمه الله تعالى. فسأله هذا المشغب في أحد المجالس عن اللفظ بالقرآن، يعني كأنه قال للبخاري ما تقول في مقالة لفظي بالقرآن مخلوق. فقال البخاري، وكأن البخاري كان ممسك عن هذه المسألة مدة طويلة، فلما ألح عليه كثير من هؤلاء المشغبين في المجالس ونحو ذلك فاضطر يجاوب. فقال البخاري عبارة أوجدت شبهة، قال أفعالنا مخلوق وألفاظنا من أفعالنا. قال أفعالنا مخلوق وألفاظنا من أقوالنا، هي كلمة حق، لكن في التوقيت ده أوجدت نوع من الإيش، من الشبهة على البخاري. فخرج بعض المشغبين من مجلس البخاري وزعموا أن البخاري يقول بماذا؟ باللفظ، وهي يعني أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. البخاري بيقول لهم أفعالنا مخلوق، وهو نفسه بعد كده البخاري ألف كتاب يدافع فيه عن نفسه سماه أفعال العباد مخلوق. فالبخاري رحمه الله قال أفعالنا مخلوق، إن كنتم بتقصدوا يعني الصوت اللي بيخرج ونحو ذلك، أفعالنا مخلوق. وقال رحمه الله تعالى وألفاظنا من أفعالنا، وألفاظنا من أفعالنا. فكأن البخاري يقصد أن الألفاظ الصوت المسموع ده مخلوق، هو يقصد كده، لكن في هذا التوقيت في الحقيقة هذا التعبير ما كان في صالح البخاري، إنما جاء ضد البخاري. ولذلك خرج المشغبون وأشاعوا أن البخاري رحمه الله تعالى يقول باللفظ. فلما كان ذلك، كان في هذا الوقت هناك إمام جبل كبير جدا في هذا الوقت، وهو شيخ مسلم اللي هو يعني جبل ثاني مع البخاري في هذا الوقت، ومسلم كان أيضا تلميذ للبخاري، كان مسلم تلميذ لمحمد بن يحيى الزهلي وتلميذ للبخاري. فمحمد بن يحيى الزهلي ده جبل، جبل كبير جدا في العلم، لكنه برضه لا يداني من؟ لا يداني البخاري، هو كان أسبق من البخاري سنا ونحو ذلك، وله في الناس مكانة، لكن البخاري كان أعلى فضلا في الناس وشهرة وعلما ونحو ذلك. حتى إن البخاري لما دخل نيسابور محمد بن يحيى الزهلي استقبله، وكان يعني الناس يجلسون في مجالس البخاري بأعلى يعني مستوى. وظل البخاري سنوات طويلة طبعا يملأ الأرض علما، وألوف البشر تحضر له من كل مكان. فلما كان ذلك قيل أن محمد بن يحيى أصابه شيء من الحسد من البخاري، وقيل، وده أنا أميل إليه أكثر والله، إن محمد بن يحيى الجبل العالم ده مش معناه أنه معصوم، وارد أن يحصل له ذلك، لكن من باب الدفاع عن جبال العلم هؤلاء أنا أقول والله أعلم، لعل الأقرب أن محمد بن يحيى الزهلي هذا بسبب أن هذه الشبهة وجدت، فكأن محمد بن يحيى أراد أنه يدافع عن الإيش، عن السنة. كيف البخاري الجبل اللي بيسمع له عشرات الألوف من البشر كيف يقول كلام يشتبه على الناس؟ ولذلك جعل محمد بن يحيى كلما سئل عن البخاري يقول لا تحضروا له، لا تحضروا مجالس البخاري، البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فانصرف الناس عن البخاري، ودي كانت محنة كبيرة جدا على نفس البخاري.
البخاري الذي كان يجلس له عشرات الألوف من البشر بدأت مجالس البخاري تفرغ من الناس حتى انصرف الناس عن مجالس البخاري. فلما كان ذلك خرج البخاري رحمه الله تعالى من نيسابور اللي هي مدينة العلم في الدنيا يومئذ، ورجع إلى موطنه الأصلي وهو بخارى، وأراد أن يعني يعيش في بخارى ويعني يعني يموت في بخارى. ولكن كانت الأحوال أسوأ، فما كان من يعني الأمير الذي هو كان أمير البلاد يومئذ في بخارى إلا أن بعض المشغبين أيضا وشوا عنده بالبخاري وصاروا يتكلمون في البخاري حتى انصرف الناس عن البخاري انصرافا عظيما، واستوحش البخاري رحمه الله تعالى، يعني عالم ملأ الأرض علما رحمة الله عليه، ما يوجد في الأهل العلم من خدم الإسلام مثل البخاري في الحقيقة. أعظم كتاب بعد كتاب الله تعالى كتاب البخاري الصحيح خصوصا. يعني الغرض أن البخاري استوحش وأصابه من ذلك ما أصابه من المحنة والألم والشدة، حتى قيل أن البخاري رحمه الله تعالى لما كان ذلك مرض رحمه الله تعالى، وفي مرضي هذا الذي مات فيه دعا الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم إني قد ضاقت بي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فقبضه الله عز وجل. قيل أنه يعني ما مكث في الأرض بعدها أياما أو نحو ذلك، ومات البخاري بعد يعني دعائه هذا. نعم نعم، ومات البخاري رحمه الله تعالى يعني على هذه المحنة. فيعني لعل في طبعا محنة البخاري دروس كثيرة جدا في الحقيقة، من أعظمها طبعا أن العالم سبحان الله العظيم قد تفتك به شبهة يروج لها بعض المبطلين، تفتك بالعالم وبعلمه ومكانته في الأرض سبحان الله العظيم. لو دورت انت على البخاري تجد أصل القصة كلها في المحنة كلها، هتلاقي ايه؟ واحد مشغب واحد يفسد الناس من حوله والعياذ بالله، ويفسد في الأرض والعياذ بالله. فضلا عن أن هذه المحنة في الحقيقة من الدروس العظيمة فيها أنه هناك أحيانا بعض المسائل لا يسع فيها الإنسان حتى مهما كان قدره وكان علمه أن ينعزل فيها عن أصله. البخاري رحمة الله مع جلالة قدره إلا أنه مما أخذه العلماء عليه أنه لم يكن يصرح كما كان يصرح الإمام البخاري الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ولذلك هذه الفتنة أدت إلى تشويه سورة البخاري في آخر حياته. هو نفسه رحمه الله تعالى ألف كتابا في الرد على من أشاع عنه ذلك، ويعني هذا الكتاب يعني البخاري رحمة الله عليه اللي هو خلق أفعال العباد ذكر فيه أدلة كثيرة على أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق. يعني على سبيل المثال مثلا مما ذكره البخاري في هذا الكتاب وقد رواه بسنده، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. ويقول: كان إبراهيم أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال البخاري عقبه عقب الحديث مباشرة قال: وفي هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق وأن سواه مخلوق. فالبخاري رحمة الله عليه يعني سخر الله عز وجل له وقيد الله عز وجل له بعد موته من دافع عنه. بعد موت البخاري قام العلماء في كل مكان ينافحون عن البخاري ويدافعون عن البخاري ضد المشغبين الذين شغبوا عليه، ولذلك كان من أوفى هؤلاء الإمام مسلم وغيره رحمة الله عليهم.
واشتهر بعد ذلك مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة كلام الله تعالى والقرآن كلام الله غير مخلوق، اشتهر من أقوى مواقف العلماء فيها كان من؟ الإمام أحمد والإمام البخاري رحمة الله على الجميع. الحقيقة يعني ختاما نذكر فائدة دعوية، فائدة دعوية على يعني الأحداث اللي احنا ذكرناها دي، فائدة دعوية يعني المحنة التي مر بها الإمام البخاري وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكلام العلماء في زمن مسألة الفتنة بتاعت خلق القرآن، أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق جهمي، من توقف جهمي. هذه نأخذ منها فائدة دعوية عظيمة جدا، وهي أن هناك أحوال لا يسع المسلم فيها أن يقول أو يعتقد ما كان ربما في وقت أن يقول أو يعتقد بطريقة إجمالية ما كان في وقت يسع. يعني على سبيل المثال ما أقصده، بعض الناس الآن مثلا عندما ينكر على إخواننا يقول أنتم مسمين نفسكم سلفيين ومش عارف إيه ونحو ذلك، تقول له مثلا هذا منهج السلف الصالح، يقول لك أنا مسلم. كثير من الناس، وبل يعني احنا لا نعيب ربما على عامة الناس بقدر ما نعيب على كثير من الايه الملتحين واللي بيقرأوا في الكتب ونحو ذلك، وتجد يعمل مؤلفات احيانا وهي هو سماكم المسلمين. ايه سماكم المسلمين؟ هو له غرض سياسي او نحو ذلك. المهم في الخلاصة يوجد شبهة في الناس، وهي ماذا؟ احنا كلنا ايه مسلمين. لا، ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا تقول انا مسلم وتسكت. في هذا الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده ما ينفعش حد يقول انا مسلم ويسكت. لماذا؟ لانها في الحقيقة كلمة ايه؟ عبارة عن دائرة واسعة جدا. هذه الدائرة الواسعة جدا تشتمل على الشيعي والصوفي والكذا والمذا ونحو كل ما تتخيله ممن ينتسب للإيش؟ للقبلة وللمسلمين. ولذلك صار لابد من التبيين. نعم، لابد تقول أنا مسلم على طريقة السلف الصالح. نعم، لابد أنك تظهر ذلك. نعم، وليست هذه عصبية وليست هذه حزبية ولا شيء، بل هذا هو الواجب على المسلم الآن، أن يقول أنا مسلم على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أنا مسلم وسبها كذا، طب مسلم إيه؟ صوفي شيعي مسلم إيه؟ من أي لون؟ ولذلك هذا في الحقيقة درس يعني دعوي من هذه المسألة. نقف على قوله واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.